يمكن دقائق كده كانت فيها بعض الشد والجذب بين اللاعبين والجهاز الفني، لكن في لفته رائعه جدا من الكابتن حلمي والكابتن وليد ودخولهم الى غرفه خلع ملابس النادي الاهلي. عايز اطمن طبعا من خلال كابتن وليد بقول لك ارض، لكن النهارده يمكن على ارض الواقع لو بنتكلم في الكوره الفريق طبعا اللي ادى كويس هو اللي كسب، لكن انا عايز اطمن الناس واطمن الجمهور ايه الامر اللي حصل يا كابتن وليد، واشرح لنا كده من وجهه نظرك. اولا يعني الحمد لله مبروك النادي الاهلي ولاعيبته وجماهيره، هارد لك نادي الاتحاد السكندري، ادينا مباراه رائعه. يعني اشوف ان المباراه كانت لغايه الدقائق الاخيره النادي الاتحاد واقف على رجله واللعيبه واقف على رجليها، اللي حصل بس ببساطه ان النادي الاهلي طبعا علي معلول جاب الهدف تقريبا 92 او 93، فالفرحه كانت شديده جدا، فكل دكه النادي الاهلي كله اتنقل بجري سبرنت طبعا على الناحيه الثانيه، فحصل احتكاك في حد من عندنا في الدكه غلطان ان هو يحتك بالناس، عشان كده كابتن حلمي وانا دخلنا للنادي الاهلي واعتذرنا لمستر لاسارتي وللكابتن سيد عبد الحفيظ وكابتن محمد يوسف، وحتى مستر لاسارتي قال ما فيش مشكله يعني معلش ده بيحصل في الكوره وارد. العصبيه جوه الملعب ما فيهاش مشكله، اللعيبه حصل ان خالد قمر تقريبا ورمضان صبحي ضربوا بعض من غير كوره او في حاجه احتكاك، بس كل ده وارد، في حكم وهو بيقرر يعني القرارات بتاعته، لكن ما تتنقلش للدكه. اللي حصل بس ان الفرحه كانت كبيره عند النادي الاهلي، فلما جم نقلوا كل الجري فبقى كل الناس في حته واحده. في احتكاكات طبعا وانت بتجري بتخبط في واحد، فواحد بيمسك واحد، بس في خطا من عندنا احد الاشخاص غلط يعني، واحنا علشان كده دخلنا واعتذرنا للنادي الاهلي، ويعني الحمد لله الاتحاد والاهلي حبايب طول عمرهم، فمش يعني هي شده ملعب ودي ورده يعني ما فيهاش حركه. مش هطول عليك يا كابتن وليد. الحمد لله، شكرا. بنا بشكر اكيد طبعا كابتن وليد صلاح، والامور هنا صعبه شويه يا كابتن.